أقدر أتكلم بثقة عن العملية الجديدة بعد ما أمي رجعت من السفر. العملية هتكون في صالة مزادات في قبرص. أمي خدت شغلانة بسيطة جوه الصالة عشان تكون عينينا جوه. أمي، دي صور كل العملاء اللي دفعوا تأمين المزاد اللي جاي، وعملت لكم فولدر فيه كل المعلومات عن كل واحد فيهم، تقدروا تطلعوا عليه بعدين. كارما، هتختاري مين؟ هو ده التارجت الجديد، عمر هدايت. واو، ده شاب زي القمر. يوسف هيكون له أكتر من دور في العملية دي. أول حاجة هيعمل لنا صورة طبق الأصل من لوحة محمود سعيد، وتاني حاجة هيمارس هوايته المفضلة في الحياة، أكيد أنت عارفها. هاي زينك. مدرك؟ Good evening. Today I made a reservation for a limousine in the name of Mr. Omar Hidayat. Please. Can I cancel this reservation? Exactly. Thank you very much. هنعرف ميعاد وصول طيارة عمر على مطار لارنك. يخرج يلاقي جمال في انتظاره. وفي نقطة التقاطع اللي اتفقنا عليها يجي دورك يا زازا. خلي بالك! المزاد هيبتدي بعد دقيقة. Good luck. Thank you. Congratulations to Miss Salma El Mansouri under number 7 for purchasing Happy Island for $2 million. اللي اشترت اللوحة اسمها سلمى المنصور. تعرفوا لي كل المعلومات عنها وساكنة فين. ولو نازلة في أوتيل احجزوا لي في نفس الأوتيل اللي هي فيه. بعد كده سيبوا الباقي عليا.